في كثير من الأحيان أقرأ مقال باللغة الإنجليزية أو يكون عندي بحث وحاب أني ألخصه، فبدل ما تعب نفسي وألخصه أنا، الماك يقدر أنه يلخص لي. في البداية عشان تشتغل معك لازم تروح للإعدادات وبعدين تختار كيبورد أو لوحة المفاتيح. الآن من القائمة العلوية تختار شورت كات أو الاختصارات، ومن الجهة اليسرى تختار سيرفيسز أو الخدمات. الآن تنزل تحت وراح يظهر لك خيار سمرايز أو تلخيص، وتتأكد أنه عليه علامة صح. الآن تقفل الإعدادات، فكل اللي عليك الآن تظلل الكلام اللي حاب أنك تلخصه وبعدين رايت كليك عليه أو ضغطتين بإصبعين على تراك باد، فراح تظهر لك هذه القائمة الجانبية. الآن تختار سيرفيسز أو الخدمات وراح يظهر لك خيار سمرايز أو تلخيص، مجرد أنك تضغط عليه راح تفتح معك هذه النافذة وفيها ملخص الكلام اللي أنت ضللته، وتقدر تتحكم بدرجة التلخيص بأنك تحرك المؤشر هذا. هذه الخدمة أنا جربتها أكثر من مرة، بعض الأحيان تكون مفيدة لكن مشكلتها أنها ما تشتغل إلا مع اللغة الإنجليزية فقط ولا تدعم اللغة العربية، لكن قد تكون مفيدة للناس اللي يدرسون برا أو يقرون مقالات أو عندهم بحوث باللغة الإنجليزية. يا ريت تقولوا لي هل المعلومة هذه جديدة ومفيدة لكم. يعطيكم ألف عافية ونشوفكم إن شاء الله مع فيديو قادم.